السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وبتكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم دست الجاتوه مكونه من 12 قطعه، هعملها معاكم في البيت بطريقه سهله جدا. اي واحده ان شاء الله ليها في الحلويات وحابه تعمل جاتوه هتعرف تعمله بكل سهوله. هقولك كمان ازاي توفريه في صينيه متوفره عندك في كل بيت، وهقولك كمان وانت بتقطعيه على تريكات مهمه عشان ما يتهربتش معاكي، وان شاء الله واحنا شغالين هقولك على بدايل تقدري تستخدميها، عشان طبعا الاسعار بقت عاليه جدا اول اليومين دولت. معايا كده كيك اسبونش شوكولاته، وطبعا احنا خبزناه مع بعض اكتر من مره. لو حابه تعرفي المقادير بتاعته هتلاقيه عندي في فيديوهات سابقه ان شاء الله. معايا كده قالب الكيك دوت، انا خبزاه في القالب بتاع المستطيل بتاع الطقم المكون من 3 صواني، بيبقى عامل 20 في 30، سوري 25 في 35، فبيبقى مقاسه حلو جدا وهيطلع معاكي ال 12 قطعه اللي انا مطلعاهم. ومستخدم عندي كريم شانتيه بالشوكولاتة، بس انا بدل ما اضيف كاكاو كنت ضايفة نوتيلا عشان كنت حابة الطعم يبقى معزز وغني كده معايا. طبعا تقدري تستخدمي البديل، لان طبعا زي ما بقولك الاسعار غلية جدا. تقدري تستخدمي كاكاو خام اسباني، معلقتين كفاية هتكفي معاكي الكمية اللي احنا عايزينها. وحطيت تاني طبقة من الكريم، وهبدأ ان انا اضغط عليها كده بحيث ان الطبقات معايا من جوه بتاعة الكريمة تتساوى، وهبتدي اعمل كده بالكيس الحلواني او بالكيس التلاجة او حتى بالسباتولا كده على طول توزعي الكريمة. بس الطريقة دي عشان لو انتي مبتدئة تقدري توزعي الكريمة بطريقة مظبوطة، تطلع كل جنب فيه نفس كمية الكريمة اللي انتي حطاها او موزعها في الجنب التاني. هبتدي كده اساوي عندي الكريمة بشكل مناسب. طبعا عشان احنا حاطين لها نوتيلا بيبقى القوام بتاعها مختلف، لكن لما بتخش التلاجة بتبقى متماسكة وبيبقى القوام بتاعها جميل جدا. انا هنا ببل السباتولا بتاعتي بمية سخنة، لازم اغسلها كده بمية سخنة عشان تديني السطح املس وناعم. طبعا الجوانب دي كلها احنا هنشيلها دلوقتي، بس هدخل بقى عندي الكيك بتاعي الفريزر مش اقل من ساعة. وجبت عندي الجناش انا محضراه، وعندي بدرجة حرارة الغرفة، بس احنا دلوقتي مثلا الجو شتاء فلا اخليه مثلا زي دمعة العين، لان الكيك معايا سقعان او متلج نوعا ما. وجبت عندي شوية من النوتيلا حطيتهم كده في كيس، وابتديت ان انا اعمل بيها خطوط زجزاج كده من فوق او خطوط عشوائية على حسب ما انت حابة. هبتدي اساوي كده الاطراف بتاعتي عشان لما اقطع قطعة الجاتوه تبقى شكلها مناسب جدا او منسق جدا. طبعا الترانش اللي انا بقطع بيه دوت ببله في مية سخنة عشان يقطع معايا الكيك بكل سهولة كده، لان الكيك بتاعي متلج نوعا ما. فدي اصلا التريكة المهمة، لازم الكيك بتاعك يكون متلج عشان تعرفي تقطعيه ويطلع معاكي التقطيع مناسب كده. وانا بنزل هنا بالترانش بتاعي او السكينة المشرشرة بتاعتي، بنزل مرة واحدة وبسحب من تحت عشان تطلع قطعة الجاتو معايا شكلها نظيف ومنسق، ما تبقاش معايا متبهدلة كريمة كده من الجنب. تقدري طبعا تخرجيه كده زي ما هو او تقدميه كده لو انت بتعمليه لاولادك، او تقدري كمان تحطيه على ورق بتاع الكوب كيك كنت عملته معاكم قبل كده. ولكن انا المره دي انا مستخدمه القواعد بتاعه الجاتو، بتبقى على الحجم بتاع قطعه الجاتو نفسها فبيبقى شكلها حلو جدا. حطيت بقى في التزيين من عندي فوق طبقه كده بسيطه من الكريمه، وحطيت عليها قطعه من اللوز، فكان شكل التقديم شكلها حلو جدا. فانت لو حابة تعملي اشكال تانية مختلفة مفيش مشكلة، ممكن تضيفي بدل المكسرات دي تضيفي مثلا كريز، مفيش مشكلة، دي اشكال كنت عاملاها قبل كده معاكم برضو. بديل الجناش اللي انا عملته معاكم كذا مرة تقدري تستخدمي جيلي وتلميع بالشوكولاتة، هيبقى معاكي موفر شوية لان الاسعار غالية فالشوكولاتة رافعة جامد، فممكن تستخدميها هيبقى مديكي نفس التست دوت ونفس الشكل واللمعة دي. ده كان فيديو النهاردة، لو عجبك فيديو النهاردة ما تنسيش تدوسي لايك وشير، ولو عجبكم المحتوى ياريت ما تنسيش الشيك في القناة وتفعلي زر الجرس بالكل عشان يوصلك اشعار بكل جديد. اهلا بك في قناتي، انا مروة احمد، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.